جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وهذا ما يسمى بالتأويل أو ما يسمى بالمؤول عند الأصوليين، وهو أن يعدل عن ظاهر اللفظ الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل. وهنا وجدت القرينة أو وجد الدليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم.